مشاهدينا، كنا عم نتابع نحن وانتو مدينة القيروان الشوفية، بالذات جامع القيروان اللي كان هو عبارة عن جامعة فيما مضى، يعني تعطي العلوم لعموم المسلمين، وكانت من الجامعات المعروفة عند المسلمين قديما، وكان طبعا كان مصطلح انه جامع القيروان وليس جامعة القيروان. أما هلأ فرح نحكي عن ضيفنا اللي بيجي وبروح، والكثير منهم من الناس، يعني كثير منا بيدخلوه بيوتهم وبيطالعوه مثل ما دخل للأسف. فرصة من الله نحن موجود عنا، الكثير منا بيفرط فيها، هو شهر رمضان نقطة التغيير والفرصة السنوية لخلع العادات السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية. رمضان نقطة تحول إيجابي، موضوعنا بالدقائق التالية مع الاستشارية الأسرية أسماء سويد. يسعد أوقاتك. يسعد أيامك ميران، كيفك؟ والله تمام، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يعطيك العافية. بعد زمان الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. بداية يعني نحن بالفعل ما يعني يتبقى كم يوم لحتى يصير العيد، لحتى نتم نحن رمضان، شهر رمضان المبارك. ودائما مثل ما نحن هلا سبق وذكرت انه هو بيكون فرصه للي بده يعمل خير، فرصه من عند ربنا لحتى يستبدل الشخص عاداته السلبيه اللي كانت قبل رمضان. صحيح. بعادات ايجابيه اخرى. فشو ممكن نحن، كيف ممكن نحن فعليا نستثمر ما تبقى من رمضان؟ خلينا لو بدينا بهالموضوع. منركز دائما على فكره مهمه باي شيء له علاقة بالتجديد أو بالتغيير أو بالانتقال من إلى، بفكرة الوعي. نعم. إذا ما كان في وعي فالأيام حتمرق مثلها مثل غيرها. ورمضان حيمر علينا مثله مثل أي رمضان تاني. طبعا هون نحن عم نحكي عن الوعي الشخصي، مش طبعا الوعي الجماعي. أكيد. نعم. الوعي الشخصي، أنا إذا ما وعيت أنه في عندي عادات سلبية بدي أخلص منها، إذا ما وعيت أنه في عندي نقاط ضعف بدي أطورها وأشتغل عليها، فما رح يتغير في شيء. يعني روتين حياتي حيضل ماشي مثل ما هو، وبنفس الوقت أنا عايشة أيام عم تتمرك تنضاف لعمري لحياتي، وحأرجع بعد رمضان عيش بنفس الروتين. يعني ما تغير شيء، اللي اختلف علي بس أنه أنا بهالشهر صمت من الفجر للمغرب، وبعدين ضليت عم باكل من المغرب للسحور. هون هي الفكرة يعني، واللي بتاخذنا يعني لسؤال انه بالفعل هل الصيام المتمثل بالامتناع عن الطعام والشراب يسهم في تغيير البني ادم؟ هلا الصحيحه الصراحه كلمه الصيام او فقه الصيام او المعنى العميق للصيام مو هو اني انا اترك الاكل والشرب. يعني الاكل والشرب هذا بيعطينا الصيام النظري او الحكم النظري للموضوع. لكن لما انا بدي اقول رمضان نقطه تحول، انا بدي فوت للعمق بموضوع الصيام. اذا ما طلعت من شهر رمضان تغير في شيء، معناته انا ما صمت صح. الصيام لازم يكون صيام الجوارح عن الأخطاء، الصيام لساني عن الغيبة والنميمة. صحيح. الصيام عيني عن النظرة الغلط، الصيام عقلي ونفسي عن التفكير وسوء الظن، صيامي عن كل الممارسات السلبية، صيامي عن السهر، عن الأكل الخطأ، صيامي عن أني أؤذي جاري. لما أنا بكون وعيان أنه هذا الكل المتكامل من السلوكيات السلبية أنا فعلا عم صوم عنها، ساعتها أنا بكون عم بطلع من رمضان في عندي نقطة تحول نحو شيء جديد بدي أعمله. لكن إذا عدى رمضان علي بس أنا يعني جعت وعطشت وقضيت طول الليل من خيمة رمضانية لمسلسل تلفزيوني، ومن صحن حلو عم ينحط لجات فواكه عم ينقام، لتخمي عند الأفطار، لتخمي لتلبك يعني. معوي لنوم طول النهار والفئة قبل المغرب بعشر دقائق، أنا ما عم صوم. صحيح. أنا عم عاقب نفسي بطريقة غير مباشرة، وما فهمت شو الحكمة من شهر الصيام كله ساعتها بكون. صحيح صحيح. كيف نحن بممارسات يعني فعلية أنه نحول رمضان لنقطة تغيير ونقطة تحول إيجابية لحتى نحن نستمر لما بعد رمضان؟ تمام. لنقدر نتغير حكينا بدنا وعي بالأول. نعم. في نقطة تانية لازم نوعاها مهمة جداً، الفرق بين الوضع الراهن والوضع المأمول والوضع المثالي.
يعني في ناس تعتقد إذا أنا هلأ أنا حطيت برنامج بدي أتغير يفترض كبسة زر نط من أيوة. أول درجة بالسلم لآخر درجة، وهذا اللي بيسبب فشل بالضبط، لأنه الإنسان بيصير في عنده محفز داخلي أول أسبوع 10 أيام بالكتير بيضل ماشي على البرنامج الجديد اللي عم يشتغل عليه. نعم. بعدين يصاب بالإحباط لأنه النتيجة ما لح تصير بعصا سحرية بوصل للكمال اللي أنا متوقعته. أكيد. فيفترض اقتنع أنه أنا وضعي الراهن هو وضع في نقص، الوضع المأمول هو الوضع المنطقي للتغيير والتجديد، الوضع المثالي هذا بعدين بدي اشتغل كتير عليه لحتى اوصل هذا له. مدري كم سنة او مدري كم حسب الحالة، حسب الحالة حسب السلوك يعني. اللي بدي اتركه او العادة اللي بدي اكسبها. فلما انا بقتنع اولا بهي الفكرة معناتها حاطة ببالي انه موضوع المثالية او الكمال مو هو الهدف الان. نعم. وانما مجرد التغيير والتطوير نحو ايجابية بسيطة هذا اللي انا هلأ طالبته، فبصير في عندي تحرك نحو التغيير بشكل بسيط. النقطة الثانية اللي لازم أوعاها بشكل كبير موضوع دائرة الراحة ودائرة الإنجاز. دائرة الراحة كلياتنا قاعدين فيها، الأسهل علينا أنه نعيش الروتين اللي نحنا متعودين عليه، بتفيق بساعة معينة، بتاكل بطريقة معينة، بتنزل لشغلك ببرنامج معين. بس نوضح للمشاهدين، يعني مشاهدينا هي مصطلحات تنموية تمام. بالتنمية الذاتية، دائرة الراحة بسموها وكونفورت زون تمام. هي الشيء اللي انت عايش عليه ومتعود عليه، برنامجك يعني الروتيني الحياتي اللي انت متعود عليه. نعم. فلما بتحاول تكتسب عادة جديدة حتلاقي انه جسمك وحياتك عم تقاوم لانه النفس مياله للكسل، لأنه يعني صار بالضبط تماماً. لانه انا معناتها بدي ابذل جهد مالي متعود ابذله لحتى اكسب هالعاده الجديده او اتخلص من عاده متعود عليها. فيفترض اعي معناتها ما هي حدودي، ما هي محفزاتي، شو الاشياء اللي انا لازم اشتغل عليها، برمج حالي فيها لانتقل فعلا من دائره الراحه لدائرة الإنجاز. لأنه كمان برجع بقلك سهل كتير أنا أمشي بأي خطة أسبوع بعدين الأسهل لي أرجع مثل ما كنت. صحيح. اللي بيقلك بدي فيق بكير ألعب رياضة يومين ثلاثة أربعة أيام أسبوع بالكتير بعدين أسهل لي أرجع نام، ما بدي فيق من أصله. صحيح. لازم شوف ما هي المحفزات اللي بتحفزني للاستمرار. هل هذا الهدف أنا مقتنع فيه، عندي إيمان فيه أصلاً، ولا أنا عم بحكي كلام من وراء قلبي، عندي شغف لحتى حققه بالضبط. فعلياً بالضبط. فهي مجموعة عوامل إذا اجتمعت بإذن الله بيصير في عندي تحول إيجابي من إلى. طيب بالحديث عن الأهداف حقيقة مو لازم نربطها نحن بشيء ممكن يحفزنا لقدام. يعني أنا مثلاً بدي أنزل عن نادي ونفترض بدي هيك خلينا نقول اعمل نقطة تحول ايجابي على الصعيد الجسدي انه انا بدي انزل على الجيم بدي زبط وضع العضلات الى ما هنالك يعني تمام. فكيف فيني انا بالفعل استمر؟ فيني انا اربطها بشيء معين، عادة ايجابية ممكن مثلا؟ هلا في عندي شغلتين لازم انا اعرفهم عن حالي. هل انا التحفيز الذاتي تبعي يعني انا بتحفز ذاتيا ولا لازم يكون في معي شخص ثاني عم يحفزني؟ في ناس كتير عندها استقلالية بشخصها. نعم. بتساوي كل العادات بذاتها، بتكسب عادات جديدة أو بتتخلص من عادات بتحفيزها الذاتي، ما بدها حدا تاني يكون موجود معها. لكن في ناس بتحب تربط كل المشاوير أو العادات أو السلوكيات اللي عم تعملها بوجود شخص تاني. يعني أنا سجلت بالنادي بس إذا ما نزلت رفيقتي معي اليوم كسلت واليوم راحت علي نومي، ما عم بتحفز للاستمرار. لكن صح. لما بلاقي رفيق معي عنده نفس الهدف، عنده نفس التوجه، بصير في عندي دافعية أكبر لأني استمر بهذا الموضوع. فهي بس مجموعة قراءة بسيطة عن ذاتي، ما هي الأشياء اللي بتحفزني، كيف بستمر، شو الأشياء اللي بتخليني يعني مو بس استمر، كمان أنا مقتنعة بهذا الشيء اللي بدي أعمله وبنفس الوقت أنا شايفة الهدف قدامي. تمام. يعني الصورة الذهنية المستقبلية
أنا شايفتها، أني أنا شايفة الآن صورتي، أنا وزني مثلا 100 كيلو، بس بعد 5 شهور أو 6 شهور الخطة اللي أنا حاططها شايفة صورتي أنا وزني 50 كيلو، يعني عم الهدف تبعي شايفته، التحفيز تبعي عم يشدني أكثر باتجاه أني أنا أشتغل وأبذل جهد أكبر. جميل جدا، هون نحن نركز ونوضح للمشاهدين كمان عن الفرق بين الرؤية والهدف والخطة اللي هي فعليا أسلوب عملي. الهدف هو هدف بسيط، يعني أنا بوصل له وانتهى الموضوع. الرؤية هي رؤية لحياة كاملة، أنا عندي رسالة مؤمنة فيها، عندي مبدأ، عندي شيء كبير كتير عم بشتغل له. الرؤية تبعي بآلية تنفيذه أو الوصول له هي اللي بتضل عم بتحركني. الرسالة الكبيرة اللي بدي اشتغل عليها أنا ممكن بقى أجزئها لمجموعة أهداف ضمن مبدأ تمرحل ولا تتعجل، لأنه ما في حدا بيقول والله أنا بدي أوصل للحلم الكبير تبعي وبيوصل له نطة واحدة، في عندي مراحل، في عندي عقبات، في عندي خطوات بدي أمشي عليها حتى أقدر أوصل للتوتال أو للفاينل اللي أنا بديها. هلأ نحن يعني بقينا تقريبا يمكن ليلة أو ليلتين لحتى نكون بليلة القدر، من متعارف عليها طبعا، نحن بنلتمسها بالعشر الأواخر ولكن الليالي الفردية وغالبا بليلة 27، فكيف فيني أنا عن جد أستثمر هي الليلة بشكل أكبر؟ هو أنا إذا بغير فكرة بس موضوع إحياء ليلة القدر بالشكل اللي العالم دائما مفكرته، لازم أقرأ لي 50 ختمة وصلي لي 500 ركعة وهالأرقام المهولة هاي، أنا ممكن حقق ليلة القدر بأكثر من شكل للقيام أو للإحياء، ممكن مثلاً بابتسامة بسيطة لإنسان محتاجة أنا أكون عم بعمل جزء من الإحياء، مساعدة عائلة بكفالة يتيم بكسوة بإدخال فرحة على قلبهم أنا ممكن أعملت جزء من الإحياء، بوسائل التواصل اللي نحن قاعدين عليها 24 ساعة، إذا حطيت فكرة مهمة، نشرت مقطع فيديو، حطيت حديث أو آية وعيت فيها حدا، حكيت فكرة ممكن تفيد شخص بحاجتها، هذا كلياته شكل من أشكال الإحياء. بالفعل فما يعني بدنا أوجه الخير المتعددة بالضبط فعليا، فما بدنا نحصر حالنا دائما بالشكل القيامي تبع شعائر التعبد، وإنما في عنا أوجه كتير لعمل الخير وللإحياءات بعشر الأخير. كلام لا يمل منه يعني الاستشارية الأسرية أسماء سويد، ولكن للأسف يعني نحن وقت اللقاء قصير، ربما في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله، شكرا كتير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها.